موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات التوحيد ورد على الكفار والمشركين. سورة فصلت تفصيل الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه وويل للمشركين. ويل كلمة عذاب. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هم تأكيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. قل أئنكم بالتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب العالمين. العالمين جمع عالم هو ما سوى الله وجمع لاختلاف أنوائه بالياء والنون تغليبا للعقلاء إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم إنما أنا بشر مثلكم وهذا إحسان وفضل من الله على عباده کہ ان اللہ ارسل الرسول من جنسی وہذہ دعاء الخلیل کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من. فبذلك قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا دعوة ابی ابراہیم وبشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم: ان اللہ تبارک وتعالی ما أرسل رسولا إلا أن يكون من جنس البشر ومن ولد آدم عليه الصلاة والتسليم. لما؟ لأن الجنس يتجانس مع الجنس. لو أنه ملك كيف يستفيدون منه؟ فبذلك قال الله ردا عليهم: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فبذلك قال الله تعالى: قل لهم كان بشرا لست ملكا ولا جنيا ولا من جنس آخر كأنتم لا تفهمون كلامي إنما أنا بشر مثلكم. ولما أنا بشر مثلكم إن الله عزمني بما ذاك يوحى إلي نزول الوحي هذه لا شك في ذلك عزمة للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على نبوته ورسالته أنه يوحى إلي ودعوة ماذا أنما إلهكم إله واحد. فبذلك يعني هذه هو الدين وهذه هو التوحيد وهذه هو الدعوة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كأنا أدعوكم إلى التوحيد وأيضا الاستقامة في العمل. فبذلك قال الله
قال قل لهم إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. فاستقيموا بالإيمان والطاعة كما جاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فبذلك فاستقيموا إليه يعني بالإيمان والطاعة واستغفروه. فاستغفروه لمن أن كل إنسان خطأ فبذلك لازم الاستغفار. وويل للمشركين ويل كلمة عذاب أو ويل اسم وادي في جهنم فبذلك ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الآن فيها مسألة خلافية عند العلماء والفقهاء کہ هل أن الكفار يخاطبون بالفروع يعني يخاطبون أولا بالأصول أصول الدين لكن جاء هنا ذكر زكاة معنى أنهم مخاطبون بالفروع أيضا ثم بعد ذلك أيضا کہ إن الله قرن الزكاة وعدم إيتاء الزكاة مع الكفر فبذلك يعني من لم يؤدي الزكاة صار كافرا. وهكذا ثبت أن أول جهاد الذي جاهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته مع منكري الزكاة الذين أنكروا الزكاة وأنكروا الزكاة بالتعبيد ليس بغير التعبيد قالوا هذا أمر كان خاص للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكر. الآن رسول صلى الله عليه وسلم توفي فبذلك نحن لا ندفع الزكاة. فقام أبي بكر حمد الله وأثنى عليه وأعلم بالجهاد ضدهم. فجاء أبي بكر وقال يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله هل تقاتل يعني الذي يقول لا إله إلا الله؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من قال لا إله الأسم مني مالهم ودماءهم وأعراضهم. قال نعم أقاتله. فلما غضب عمر ضرب أبي بكر في صدره فقال جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام والله لو منعوني إقال لقاتلتم. ثم قال عمر فتنهيت وجلست في جانب دار المسجد ما لبس إلا قليلا أن شرح الله صدري كما شرح صدر أبي بكر وقلت يا أبا بكر قم أنت على الحق وأنا أجاهد معك. لمن؟ لأني فهمت الآن إذا أبي بكر سكت بكرة واحد ينكر الصلاة بعد ذلك واحد ينكر الحج يعني يذهب دين النبي صلى الله عليه وسلم كلها فبذلك أنه أعلن الجهاد. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ معنى عند ابي بكر انكار زكاه كفر يعني لكن قال بعض العلماء من المحققين قالوا افهم واحد انكار الزكاه واحد تساهل في اعطاء الزكاه فرق انكار الزكاه كفر مطلق عند جميع العلماء والاسلاف والاخلاف. لما؟ لانه انكر القران اقيموا الصلاه واتوا الزكاه إذا أنه أنكر معنى كافر. إذا ما ينكر لكن بس يتساهل يتساهل لا يكون كافرا لكن أنه مرتكبا اسما عظيما كبيرا إن الله قرن الإيمان ثم الزكاة ثم هذه أشياء مقرونة بالإيمان. لما؟ لأن إنفاق المال في سبيل الله هذا شيء أهم. فبذلك الذين ينفقون أموالا في لماذا ابتغاء مرضات الله وتثبيته. فبهذا جاء هنا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم جاء هم مرتين. لماذا قال هذا تأكيد؟ هذا تأكيد وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني لما إن الله تعالى ذكر الجاهلين وعيدا وتحذيرا ذكر ما لأزدادهم بعدا وتبشيرا فقال
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون معنى غير مقطوع. وقال بعضهم غير منقوص، وقال بعضهم غير محسوب، وقال بعضهم يعني غير لا يمن عليهم بعد الأتى كما جاء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فبذلك جاء. ولكن جميع هذه الأقوال صحيحة وجميع يعني المعاني متقاربة لا يعارض بعضها بعضا. وبذلك إن الله تعالى ذكر أحوال المشركين ثم ذكر أحوال المؤمنين تبشيرا ووعدا لهم بالجنة وأجرا مواصل متواصل غير مقطوع. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب تفسير القرآن حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء. يعني جهاد يعني رجال لهم مرتبة، إما أن يكون غاليا وإما أن يكون شهيدا. وإنما لنا نصف الميراث، يعني أيضا يعني الرجل يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فبذلك هذا أيضا يعني. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا تقسيم من الله تبارك وتعالى. قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. وكانت أم سلمة أول زعيمة قدمت المدينة مهاجرة، زعين يقال الذي يسافر في الهودج يعني البراء، فبذلك يقال زعينة. فأول من أنها هاجرت يعني إلى المدينة المنورة فحصل لها ثواب المهاجرين أيضا. هنا جاء لا تتمنوا، وجاء في الحديث لا حسد إلا في إثنتين، رجل آتاه الله مالا فأنه ينفق في سبيل الله، وهكذا رجل آتاه الله علما. فقال العلماء رحمه الله هنا جاء لا حسد بمعنى لا غبتة، حسد زبال النعمة عن أخيه، أما الغبتة يعني إعطاه وهو إن الله يؤتي له مثله، فبذلك قالوا غبتة غير وهذا غير. أما يعني أن لا تتمنوا خلاف ما قسم الله أرزاقكم وأموالكم وأحكامكم، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم من بعض، لا شك في ذلك. المرأة لا يكون مجاهدة لكن تكون أما للمجاهدين، تكون أختا للمجاهدين، تكون زوجة للمجاهدين، تكون معاونة في سبيل الله للمجاهدين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، جاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبذلك جاء ذكر المهاجرين للرجال أما النساء ما جاء. فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني ولو رجل أو ذكر أو أنثى له أجر. حدثنا حناد بن قاز بن عبد الأحوص بن عمش بن إبراهيم بن القمة قال قال عبد الله عبد الله المسعود رضي الله عنه أمرني رسول أن أقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من سورة النساء.
حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني يسن بيده فنزلت إليه وعيناه تدمعان. دموع بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لأن الشهادة حتى على أمته، مثلا إذا كان أعمال صالحة الحمد لله، إذا كان أعمال تار أيضا يشهد رسول الله وبشهادته ويذهب إلى النار. فبذلك بقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر صعب، إنسان يشهد للمؤمنين للصالحين للتالهين أيضا. قال أبو إسلام قال رواه أبو الأحوص عن أعمش إبراهيم أن ألكمة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم عن عبيد الله عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغ جئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تحملان ينتظرفان الدموع. قال أبو إسلام لو هذا الصح من حديث أبي الأعوص. حدثنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك عن سفيان عن حديث معاوية بن هشام حدثنا عبد بن حميد قال لنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر. هذا قبل الهربة الخمر. فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. نعوذ بالله خطأ يعني. قال فأنزل الله تعالى الآية أيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أبو إسلام الله تعالى حديث حسن صحيح. لمن أن أحكام حرمة الخمر نزلت تدريجا تدريجا. أولا هذا كان من دعاء عمر كي اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت الآية يسألون عن الخمر قل فيهما اسم قبيل ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما فنهى كثير من الناس. ثم جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إنسان إذا كان في حالة السكر لا يعرف لا أعبد أو أعبد. فبذلك جاء النهي ونهى كثيرا من الناس. ثم جاء التحريم مكمل حرم عليكم الخمر والميسر. فبذلك لما جاء التحريم بعد ذلك الحمد لله ثم الحمد لله ما شرب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم والذي عنده موجود أنه رباه في السكر. جاء رجل من الصحابي عند النبي فقال يا رسول الله عندي مال من أيتام فاشتريت لهم الخمر ليبي ثم يحصل لهم الربح. فقال رسول الله إن الله حرم الخمر. فقال يا رسول الله هل يستأذن أنا أذهب إلى بلاد الكفار وأبي عليهم؟ فقال لا، لأن سمن الحرام حرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا. اللهم لا تجعلنا عذرة للمازغين لا تجعلنا أخرة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم ارفع البلاء عن جميع المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والعذاب والمهن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم